ترامب وتويتر، القصة الشائكة والنهاية العاصفة. لم يكن الأمر تقليديا، لكن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب ومنذ ترشحه لسباق الرئاسة في الولاية الأولى اختار تويتر ليكون ملعبه للتواصل المباشر مع الرأي العام الداخلي والخارجي. وطوال سنوات استخدم ترامب تويتر بمثابة نافذة للإعلان عن قراراته وأجندته وأوامره التنفيذية، ولذلك فمن أراد معرفة توجهات ترامب وأجندته وقراراته وأوامره التنفيذية كان عليه ببساطة أن يتابع تغريداته. لكن العلاقة بين الرئيس والتطبيق لم تخلو من سجالات، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة بإعلان تويتر إغلاق صفحة ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف. وردا على قرار تويتر عفوا، اتهم ترامب الموقع بما وصفه بالتآمر لإسكاته، مضيفا أنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد إيقاف حسابه نهائيا. وفيما يلي ملخص لما جرى بين الطرفين خلال الشهور الأخيرة للعاصفة. في شهر ماي 2020، احتدت المعركة بين الجانبين مع انطلاق حملات السباق الرئاسي الأخير، ففي ماي الماضي نشب خلاف بينهما بعد وضع الموقع في سابقة من نوعها إخطارًا على شكل علامة تعجب زرقاء أسفل تغريدة لترامب زعم فيه وقوع تزوير في الانتخابات بسبب الاقتراع بالبريد. هدد بعدها ترامب بإغلاق كل المواقع ووقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي. صنفت إدارة الموقع بعد ذلك تغريدة ترامب بأنها تمجد العنف، كان قد قال فيها إنه عندما تبدأ عمليات السطو سيبدأ إطلاق النار، مما يمكن تأويله على أنه تحريض لقوات الأمن على استعمال الأسلحة. في يونيو 2020 الماضي، شن ترامب هجوما آخر ضد تويتر بعد وضعه علامة تحذيرية على تغريدة أخرى شكك فيها بنزاهته ونزاهة فرز الأصوات في الانتخابات الجارية. بعدها بشهر، أي في أكتوبر 2020، عاد ترامب ليهاجم بشدة الموقع بعد حذفه مقالا للمتحدث باسم البيت الأبيض يتهم المرشح الديمقراطي حينها جو بايدن بقضايا فساد. في ديسمبر الماضي 2020 استمرت المناكفات بين الطرفين حتى نهاية العام المنصرم، حين قال ترامب في تغريدة إن تويتر يتجه نحو الجنون ويحاول جاهدا قمع الحقيقة بحسب تعبيره. لكن ترامب لم يتخلى عن منصة التواصل إلى أن قررت تويتر أن تفعل بوقف حسابه نهائيا وتعليق حساب الرئاسة الأمريكية مؤقتا.